هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء أو لا؟ لا يجب الاستنجاء إلا عند الحاجة، إذا قضى حاجته نعم فإنه يزيل أثر الخارج بالاستنجاء أو بالاستجمار مرة واحدة، ولا يعيد الاستنجاء إلا إذا أعاد قضاء الحاجة. وليس الاستنجاء أو الاستجمار ليس من فرائض الوضوء، وإنما هو إزالة نجاسة، إزالة نجاسة فقط. فإذا أزالها فلا حاجة إلى تكرار ذلك إلا إذا خرج منه خارج مرة أخرى. جزاكم الله خيرا.